نسمع حد من المحللين السياسيين بقى، وسيبكم من كلام انا الانفعالي. معانا الاستاذ ثروت الخرباوي، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا استاذ عمرو. تحت البقاء لله يا فندم، وربنا معاك البقاء لله وحده. الله يخليك، الله يبارك فيك يا استاذ عمرو، الف شكر يا حبيبي. حضرتك شايف ايه يعني الرسالتين دول في ظرف اسبوع؟ طالعين احنا تعبانين، احنا كلمنا الناس بره، احنا عايزين نخرج، احنا عايزين ندفع 5000 دولار لتحيا مصر. تحليلك ايه؟ والله انت قلت كل حاجه، وكل الكلام اللي انت قلته انا بحييك عليه الحقيقه. ليه؟ هو فعلا انت قلت بين قوسين عاصم عبد الماجد قال انا كنت بعمل كده علشان اخرج فتره التسعينيات، يعني لما قدموا المبادره بتاعتهم الجماعة الإسلامية وغيرهم. الحقيقة برضو كان في بعد آخر تاريخي، فترة الستينيات حسن الغضيبي مرشد الإخوان في السجون قال للإخوان اكتبوا خطابات اعتذار لجمال عبد الناصر وقولوا إن إحنا ممكن نتعاون لبناء الوطن، وإحنا عايزين نبقى حاجة واحدة، وإحنا عايزين الناس الدولة تستقبلنا استقبال جديد. وأباح لهم هذا الأمر وقال بس ان القيادات الكبيره هي التي لا يجوز لها ان طبعا تكتب تلك الاعتذارات حتى لا تؤخذ عليها تاريخيا. وترتب على كده ان عدد كبير من الاخوان اللي كانوا شباب وقتها او كانوا في منتصف العمر كتبوا خطابات اعتذار وتوالى الافراج عنهم. ولما اخرجهم السادات في السبعينيات استعانوا بالمجموعات اللي خرجت في أواخر الستينيات وكونوا التنظيم من جديد. الناس اللي اعتذرت وقالت احنا عايزين نبني الوطن قتلوا السادات بعد كده. يعني السادات طلعهم وهم اللي قتلوه. وهم اللي قتلوه لأنه خدها كلمة مني. لا، وحسني مبارك هو اللي دخلوا مجلس النواب وهم اللي خلعوه. ده أكتر من كده. انت اتفرج في مجلس النواب لما وقف مأمون الخضيبي وقال لمبارك وجدناك، وهو يبايعه للولاية الثانية، قال أبايعك باسم الإخوان، وجدناك أمينا فبايعناك، وجدناك شريفا فبايعناك، وجدناك وطنيا فبايعناك. هذا زي الأغنية بتاعت أو علشان كده احنا اخترناك، وعشان كده احنا اخترناك. ويمكن يكون المؤلف خد المعاني دي أو الكلام ده من اللي كان بيغنيه وبيطبل بيه مأمون الغضيبي علشان يكتب بيه الأغنية بتاعته. وبعدين يحصل في التسعينيات برضو الكلام حوالين المراجعات، وبعدين من يتمثل بالمراجعات رغم أن في آلاف برضو وقعوا عليها، اللي تمثل بالمراجعات فعلا كانوا 4 أو 5 أفراد فقط من الآلاف التي وقعت على المراجعات ووافقت عليها. وخرج أفراد بعد كده يكادوا أكثر تطرفا وأكثر إرهابا. أنت قلت كلمة كانت صح جدا، في أزمة دلوقتي داخل الإخوان، أزمة حقيقية. الأزمة دي أن إمكانياتهم في تجنيد أفراد جدد بقت ضعيفة جدا. أنت قلت الإخوان موجودين في كل مكان كأفراد، إنما التنظيم نفسه ضعيف. هو عايز يعيد بناء التنظيم مرة أخرى، فكيف يعيد بناء التنظيم مرة أخرى وهو ليس تحت يده أدوات؟ هو عايز يشتغل تحت الأرض، يشتغل في السر، يشتغل وهو مطمن الدولة يقول إحنا ناس إنا أسوياء وبقينا كويسين وبنعمل من أجل الوطن، وفي نفس الوقت يشتغل في السر زي ما كان بيشتغل طول عمره. ولما يبني التنظيم ويقويه ويحط فيه المفاهيم بتاعته ويطلق تلك الأدوات علشان تجند أفراد، يقدر بعد كده ينقلب على المجتمع وفق للمفاهيم التي وضعها لهم سيد قطب. أنا عايز أقول لحضرتك أنه هم جوه السجن بيقوموا بتجنيد أفراد وإدخالهم إلى التنظيم. يعني ممكن يدخل واحد من باب الشبهة مثلا مشتبه فيه أو هو تحت التحقيق، لما يعني لا يعني إيدهم برضو شغالة جوه، يعني شغالة هو الله، هو إحنا يعني مش هنجند حد وإحنا جوه السجن، نجند اللي جوه السجن. وبعدين الحقيقة العرض اللي بيعرضه عمر حسن ده عرض وضيع جدا ورخيص جدا. ليه؟ هو الناس دي المحبوسة محبوسة أسرة حرب مثلا؟
علشان تيجي تقول انا ادفع مبلغ $5,000 للواحد منهم عشان يخرج؟ مين الانسان الذي في عقله ذره من الفهم يوافق على هذا الكلام الرخيص؟ اللي موجودين برضو مساله انه اللي ما قتلش او ما اشتركش في اعمال ارهابيه يخرج. لا يا حبيبي، الذي انتمى الى تنظيم الاخوان، الانتماء في حد ذاته جريمه، قياده التنظيم في حد ذاته جريمه، حتى ولو لم يفعل شيئا غير الانتماء الى التنظيم. يبقى بالتالي انتوا لو عاوزين تحلوا المشكله حقيقي بشكل حقيقي، ينبغي ان يعلن التنظيم نفسه حل التنظيم، لانه بقاء التنظيم في حد ذاته هو جريمه. لكن لما يخرج افراد من التنظيم وهم ويقولوا احنا هنتعهد وهنشتغل من اجل الوطن، من الذي ضمن لنا ان يحدث ذلك؟ ثم مع عاصم عبد الماجد، والله اللهم صل على النبي، قاعد في قطر وشغال من اجل الوطن لغايه دلوقتي. صحيح، من اجل اي وطن؟ وطن الجماعه، لان الجماعه زي ما انت ما قلت بالظبط ليس لها وطن، الوطن بتاعها هو التنظيم، زي ما مرشدهم ما قال تظف مصر وتظف الوطن، هو ده الايمان الحقيقي. هم ده مش كان فلتات لسان او غيره، لا لا. ده دائما حقيقي بيؤمنوا بيه فعلا، انه جماعه الاخوان، لذلك التنظيم الدولي هم كانوا بيقولوا هو في طريقه الى صنع او تاسيس دوله الولايات الإسلامية المتحدة. اللي هي ذات الصبغة الإخوانية بالقيادة الإخوانية وما إلى ذلك. علشان كده يعني أنا بقول، أنت قلت برضو، هو حتى اللي ما دخلش السجن جاري أو من الإخوان أو قريبي من الإخوان أو صاحبي اللي كان صاحبي وهو من الإخوان، لو هو داخل المؤسسة بتاعته تلقى أمر بأن يقوم بتخريب داخل المؤسسة فورا، بالتنفيذ فورا. إذا ما تلقى أمر بأن هو يفسد أي شيء يحقق مصلحة للوطن هيفسده وهو راضي، بل القلوب بتاعتهم وهي فيها غل. أنت مش كنت بتشوفهم يا أستاذ عمرو وهم بيشجعوا في الرياضة حتى الفرق المنافسة لينا بكل غل، ولما فرقة إفريقية تدخل فينا جون كانوا يهيصوا ويقولوا الله أكبر. ده بيفرحوا في يعني إذا ما تحقق أمر سلبي بالنسبة للوطن بيبقى ده فرحتهم الكبرى، شفناهم وهم بيعملوا كده. فلذلك أنت يا ابني اللي موجود في السجن، انت مش اسير علشان تيجي تقول انا هدفع مبلغ وفرجوا عنه، انت متهم مرتكب جريمة. ثم ان القضاء بيده الامر، اذا ما اتضح ان الشخص المحبوس بريء او اتضح انه يعني كان من باب الاشتباه حقق معه والنيابة العامة أو نيابة أمن الدولة حققت واتضح لها أنه ليست هناك أدلة، بيقوموا بالإفراج عنهم، وكل يوم التاني المحاكم بتصدر. بالضبط، احنا لسه عندنا العيد اللي فات ده في ناس طالعة خلاص ما طلعش عليهم حاجة. ده غير القضاء، القضاء بيدي فيه قرارات العفو الرئاسي، قرارات العفو الرئاسي حتى بالنسبة للذين صدرت ضدهم أحكام. من صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا للدستور ووفقا للقانون أن يقوم بالإفراج عن بعض المحبوسين وفقا للصلاحيات المعطى له. ففي لجان، اللجان دي بتبص للحالات دي وتشوف الحالة دي حالة تستحق ولا ما تستحقش، الشخص ده فعلا قام بمراجعة نفسه مراجعة حقيقية وقرر أن ينفصل عن التنظيم. أنا أعرف حالات يا أستاذ عمرو، شباب تم اصطيادهم بسبب وطأة أمراض نفسية كانوا قد تعرضوا لها، اكتئاب أو بارانويا أو خلافه، كانوا بيعالجوا عند أطباء. استطاع أفراد من الجماعة اصطيادهم وإدخالهم إلى التنظيم ومحاولة توجيههم وفقا للأمراض النفسية اللي هم فيها. لعلمك داخل السجون في أطباء نفسيين بيتابعوا مثل هذه الحالات متابعة مستمرة حتى اللي ارتكبوا منهم جرائم، فإذا ما اتضح أن الشخص قابل للشفاء ومنتظم في العلاج وما إلى ذلك وبيشوفوا الحالات بتاعته
فبيبقى في إمكانيات للإفراج عن مثل هؤلاء الشباب. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، دايما مداخلات حضرتك قيمة في هذا الأمر. شكراً. الدكتور ثروت الخرباوي الكاتب ومفكر إسلامي بشكرك شكرا جزيلا. شكرا.